السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ معانا النهارده فيديو جديد في ماب، لسه هنشوف هي ايه. هي اسمها ماب الهروب من اليوتيوب الشرير. يلا بينا يا اصحابي نشوف الماب دي عبارة عن ايه. يلا بينا، يلا هنمشي. الطريق منين يا شباب؟ في هنا صندوق ما فيهوش حاجة. احنا ممكن نتحول لشكل ده. لا خلينا على شكلنا زي ما احنا ماشي. ليزر كده من اولها. رحنا فيها في اول ماب. يلا تاني، يلا نهرب من اليوتيوب الشرير يا اصحابي. يلا جمب جمب، ايوه جمب، كمان جمب تاني. رحنا فيها يا خسارة. يلا تاني، هنحاول تاني، ما تقلقوش يا شباب، هنعدي على طول ان شاء الله، احنا محترفين. ايوه يا بنت انتي، انا هسبقك. واحد اتنين، رحنا فيها. ايه هي صعبة ولا ايه؟ لا لا لا، لازم نركز شوية يا شباب عشان نعديها على طول. البنت راحت فيها من اول الماب. واحد، رحت فيها انا كمان. لا لا، ركز ركز شوية، ركز يا بابا. يا بنت انزلي من على دماغي. يلا بقى نركز عشان نعرف نعدي. واحد اتنين، براحة. تلاتة، ايوه ما تستعجلوش يا شباب. اربعة خمسة ستة، عديناها تمام. يلا بعدها سلم، نطلع السلم، اهم حاجة ما نستعجلش يا شباب. يلا عدي من على السلم، اطلع اطلع تمام، ماما ما نقعش عشان ناخد التشيك بوينت الجاية. ايوه جامب، نايس نايس، ايوه دي تقريبا التشيك بوينت خدناها. طالعين السلم التانية، سلم طويلة شوية، جامب تشيك بوينت، ايوه نعدي طبعا ما نلمسش يا شباب الاحمر، لو لمسناه نقف فيها تمام براحة عشان نعدي وما نقعش. ايوه تمام، اوعى اوعى تلمس، تمام حلو اوي. يلا براحة برضو يا شباب عشان تقدروا تعدوها. ايوه كده ولد، صعبة شوية، طويلة، منحنيات طويلة. يلا ركز نعدي، ايوه كده يلا تمام، اخدنا التشيك بوينت. السلم طبعا ما نلمسش الاحمر والا هنروح فيها. ايوه كمان، لسه السلم نزول بقى مش طلوع. ايوه ايوه تمام، اعتقد هننط في الحلقات تمام بالظبط كده. يلا لو وقعنا من الحلقة هنروح فيها. تمام تمام، خدنا التشيك بوينت يا شباب، ونعمل جنب على الاحمر، جنب على الابيض، احمر تاني، ابيض كمان، ما دي اسود، ده علم مصر ده ولا ايه؟ ايوه دي طويلة ورفيعة، لو نخلي بالنا عشان ما نلمسش الليزر الاحمر يا شباب. ايوه براحة تمام، تاني نايس. يلا جامب كمان، جامب جامب تاني، مش عايزين نروح فيها، قربنا نخلصها. ايوه جامب، رحنا فيها. لا مين نقول مش عايزين نروح فيها؟ ماشي ماشي، نركز يا شباب وهنعديها وبراحة برضو. نايس، ايه لازم نعديها يا شباب، تشجيع فين؟ لو عديتها تعملوا لي لايك يا شباب، ايه رأيكم؟ يلا يلا بقى، التحدي ده ولا ايه؟ لازم نبقى قد التحدي، قد التحدي، لازم نبقى قد التحدي عشان نستاهل اللايك الجميل من الشباب. ايوه السلام علينا، بس نركز شويه عشان ايه ما نروحش فيها، ان هي صعبه شويه يا شباب، لو عديناها نستاهل اللايك ان شاء الله. ايوه ايوه عديناها يا شباب، نايس، احلى لايك ده ولا ايه؟ يلا جمب، نايس، ايوه ايوه دي سهلة، دي سهلة ومش مستاهلة. ايوه يلا هننط على المربعات السوداء يا شباب، خلي بالنا لو لمسنا الاحمر هنموت. يلا كمان تمام قوي على الاسود تاني، نايس،
خدنا تشيك بوينت، ده شجر، ده اول ما اشوف شجر لونه ابيض ايه ده، يكون شجر في السماء عشان كده لونه ابيض. هنشوف هنشوف. يلا يا شباب تشجيع، فين؟ يلا يا بابا. تمام ايوه، على الشجرة كمان، من على حرف الشجرة لازم نعمل الجامب. لا لسه بقول من على حرف الشجرة، انا رحت فيها. ماشي هنركز تاني عشان نعديها ان شاء الله. ايوه من على الحرف، تمام من على الحرف تاني، تمام برضو من على الحرف، تمام اخر واحدة من على الحرف، تشيك بوينت. تمام اخدنا التشيك بوينت، نط على الاحمر على الاسود، كنا هنروح فيها الاحمر تاني الاسود والتشيك بوينت. اه دي تقريبا بالتخمين. تعالوا نشوف هي ازاي، ناخد الاحمر، لا رحنا فيها. طيب تبقى اول واحدة الاسود يا شباب، عفوا اول واحدة الابيض، نروح التانية. طب نجرب الابيض برضو، لا رحنا فيها. طيب تبقى ابيض واحمر، تمام. شوف بعد كده هتبقى ايه التالتة، احمر اتوقع هتبقى احمر برضو، لا الوان بنعكس الالوان. طيب اول مرة نعكس الالوان، ابيض احمر ابيض تاني، يا ترى هتبقى ايه، احمر ولا ابيض؟ انا اتوقع ابيض، صح بالظبط كده احمر بقى، تمام. يا ترى هتبقى ايه تاني، ابيض. الحمد لله عديناها، خمنناها صح. تمام ادي جامب، رجلنا ما تلمش الاحمر يا شباب، لو دوسنا على الاحمر هنروح فيها. نعمل جامب على الابيض، ايوه سلام، ايوه ايوه على الابيض، اخدنا التشيك بوينت، ما نلمش الاحمر برضو هنا، تمام ليزر. ادي التاني التالتة، رابع جامب، خامس جامب، خلي بالنا السلالم نزول. تمام خدنا التشيك بوينت يا شباب، ننط على الابيض على الاحمر على الابيض. يا احلى جامب ده، ليه السلام علينا، بسرعه بسرعه نايس. ايوه ما نلمسش الاحمر لحسن هنروح فيها، ايوه رحنا فيها، وقعنا في النص. هنركز تاني عشان نعديها يا شباب، احلى تشجيع. يلا يلا تاني 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 تاني، هوبا براحة، ايوه نايس على الاسود. مش ما نستعجلش ما نستعجلش، لو استعجلنا هنروح فيها. تمام على الاسود بالظبط كده، ونعدي الاحمر ما نلمسوش، صح بالظبط كده، نمشي الاحمر رحنا فيها، لمسنا الاحمر رجلنا جت عليه. لازم نخلي بالنا من الليزر الاحمر ده يا شباب لحسن ايه هنروح فيها، رحنا فيها يا شباب. لا لا ركز شوية بابا، جميل ادي اول جامب، منلمسش الاحمر، خلي بالنا خلي بالنا، ايوه قربنا خلاص، قربنا قربنا قربنا، امسك نفسك، ايوه اخر واحدة تشيك بوينت اخدناها. تمام دي هنمشي من غير ما نعمل اي جامب عشان احنا جامدين اوي يا شباب، نايس. ايه ده، هنعدي على الاسود، صعبة دي، صعبة جدا صعبة جدا يا شباب. اي رحنا فيها، صعبة شوي. طيب هنشوف، يلا تاني يا شباب، نعمل جنب في المربع الاسود، جنب تاني، جنب تالت، في مربعات هنا بقى، ايوه الجنب ده رحنا فيها يا شباب، نخلي بالنا شوية، ايوه هنعدي من هنا مربع الاسود، اسود تاني، ايوه ايوه يا شباب نركز شوية، ايوه تمام. صعبة شوية يا شباب لكن هنعديها ان شاء الله، ايوه ايوه نايس، براحة كده واحنا هنعدي. طيب يا شباب ونكتفي بهذا القدر، ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل المابا، يا رب تكونوا اتبسطتوا، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، ولو جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله،
والسلام عليكم.